اجتياح روسي لم يكن مفاجئا لشرق أوكرانيا بعد تصعيد بلغ ذروته، حيث باتت الأزمة الروسية الأوكرانية تشغل العالم وتنذر باندلاع حرب تهدد السلم والأمن الدوليين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرج على العالم في خطاب متلفز متحديا الغرب ومتحدثا بنبرة غضب عن المظلوميات التاريخية، معتبرا الشرق الأوكراني جزءا من تاريخ روسيا. وبعد خطابه أعلن بوتين اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك الواقعتين في حوض دنباس التي يعد أغلب سكانها ناطقين بالروسية. الرئيس الأوكراني اعتبر اعتراف روسيا بمن وصفهم بالمتمردين انتهاكا لسيادة بلاده، مؤيدا في الوقت نفسه التسوية السلمية والدبلوماسية، ومشددا على أن حدود أوكرانيا الدولية ستبقى كما هي. فيما ترى موسكو أن سكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك يتعرضون للاضطهاد من كييف، وتتهمها بخرق اتفاقية مينسك الموقعة عام 2015، والتي منحت المنطقتين بموجبها وضعا خاصا يحمي مصالحهما الأمنية والسياسية. وتأتي اتفاقية مينسك على إثر ثورة 2014 التي أطاحت بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش والمنحدر من إقليم دونيتسك الشرقي. وفي صعيد المواقف الدولية، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الثلاثاء، حيث رفضت غالبية الدول الأعضاء قرار روسيا الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا، فيما أقدمت ألمانيا على تعليق خط الغاز الروسي. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة وصفت خطوة بوتين بالهراء، فيما قالت السفيرة البريطانية إن بوتين يقود العالم إلى حافة الهاوية، مطالبة موسكو بالتراجع إلى الوراء. فهل يعد الإعلان الروسي بمثابة الخطوة الأولى لعملية عسكرية واسعة في أوكرانيا تذكر بعمليات عسكرية روسية في جورجيا عام 2008 انتهت باعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين جنوبية جورجيا؟ أم إن بوتين سيخضع هذه المرة للضغوط الدولية بعد تلويح الغرب بحزمة من العقوبات قد تكون قاسية على الاقتصاد الروسي؟